رابط الموقع أسفل الفيديو. للتسجيل تضغط على ريجستر، يعني كل شخص وتجربته وكل شخص وشرحه. أنا أحاول الشرح يعني كل النقاط، هناك من يشرح كل النقاط، كل شخص يعني وشرحه. المهم هنا تكتب اليوزر نيم، يعني اليوزر نيم الذي سوف تبقى تدخل به إلى الموقع، وهنا الباسورد، ثم تعيد كتابة الباسورد، ثم هنا ثم هنا الإيميل، ثم تكتب الإيميل صحيح يعني الحساب بك على الجيميل، ثم تضغط على جينسوي با ان روبوت، يعني أنت لست برنامج روبوت، تتخطى هذه، ثم تضغط على فاليد، بعدها تضغط على ريجستر. أنا لدي حساب لذا سوف أضغط على لوجن. يعني أنا كنت أفكر أن أشرح هذا الموقع قبل يعني قبل شهر، لكني تراجعت عن ذلك، كنت أريد يعني جمع معلومات جديدة عنه. ننتظر، لقد عملت لوجين وها هو لدى الموقع. انظر عدد يعني عدد الروابط التي اختصرت في هذا الموقع، 236385 رابط قد اختصر في هذا الموقع، يعني شيء كبير جدا. هنا عدد المشاهدات 29,613,170، يعني شيء كبير جدا. الآن هنا Live Help in Offline، هنا لمكالمة يعني خدمة الدعم، هي الآن Offline، لكن عندنا بعض المرات يعني في المساء، بعض المرات يعني يقول لك تكون أونلاين، ويمكنك مكالمة يعني خدمة الدعم، يعني أن تسأل أصحاب الموقع، يعني تسألهم عن أي شيء تريده، فقط تذهب إلى هنا وتكتب لهم. الآن هم أوفلاين، يعني لا يمكنني أن أكلمهم. المهم الآن هذه هي واجهة الموقع، هنا الماي لينك، يعني اللينكات التي اختصرتها، ها هي لدى عدد اللينكات التي اختصرتها، وكل لينك يعني هذا هو الموقع الرئيسي، وهنا الرابط الذي اختصرته، وهنا عدد يعني النقرات، يعني كل يعني نقرة وسعرها. هنا الروبورت، سوف نحاول، هنا الروبورت يعطيك عدد كل النقرات، هذا الربح اليومي 0.09 دولار، وهنا السي بي ام اليومي، يعني السي بي ام كلما يكون مرتفع كلما يكون شيء جيد. هنا عدد الاختصارات، عدد يعني النقرات التي حصلت عليها 1321، كسبت عنها 3.3 دولار، شيء جميل جدا. هذا ربحي كله، عفوا هذا ليس السي بي ام، هذا ربحي كله، هذا هو ربحي من الموقع 3.3 دولار. وهنا يعني شيء جميل جدا، من 1300 نقرة يعني كسبت 3.3 دولار. وهنا ربح الشهر السابق، لم أربح من الشهر السابق، يعني أنا كنت مسجل به يعني بحساب آخر، وهذا حساب الثاني، يعني لدي حساب آخر كذلك يعني ربحت فيها حوالي 5 دولار، لكن كانت حدثت لي بعض المشاكل فيه، لذا فتحت حساب جديد هذا الشهر، لذا كنت أجلت الشرح، لذا أجلت الشرح إلى هذا يعني إلى اليوم. هنا السي بي ام 2.5، يعني من كل 1000 ضغطة أكسب 2.5 دولار. وهنا الربح كل يوم، يعني انظروا 1 يناير ربحت من يعني كسبت 44 نقرة، هنا 63 نقرة كل يوم، وعدد النقرات جيد. المهم الآن هنا بايمنت، هنا البايمنت يعني الدفعات التي تتحصل عليها، يعني هذا الحساب فتحته في 1 يناير، في 1 يناير وكسب 3 دولار. هنا تولز لا تهمك، وهنا هذه الأشياء لا تهمك. الآن لاختصار الرابط تذهب إلى الهوم، تضغط قناتك رابط أي موقع تريده، تعمل تحطه هنا كولي، ثم تضغط على شورتن، يعطيك اللينك الأول واللينك الثاني واللينك الثالث. اللينك الثالث أنصحك بالابتعاد عنه، أنصحك بالابتعاد عنه، يعني ليس جيد. اللينك الثاني أنا هو الذي أفضله، أنا اللينك الثاني دائما ما أستعمله، أو اللينك الأول، أنت اختر وأعطه، يعني حطه يعني في قناتك الرابط، أو حطه أسفل فيديوهاتك رابط الاختصار، هذا هو الرابط أعمل له. مثلا الآن سوف نحاول الدخول إليه، نأخذ الرابط الثاني أعمل له كولي، والآن يعطيك هذه الصفحة، انظروا هذا هو، ننتظر تأتينا هنا التواني، وهي التواني قد فاتت، ثم أضغط على سكيب آد،
هدف هذا الإعلان المنبثق. شرحت كل الأقسام تقريبا، يعني شرحت الأقسام المهمة في الموقع لوضع يعني لسحب أرباحك. تذهب إلى My Account، وانظروا أنا واضع خيار دفع البيتكوين، ها يرى ده رابط محفظتي على البيتكوين للسحب. سوف أعطيكم يعني سوف أحذف كما قلت، سوف أحذفها لكي أريكم كيف وضعت يعني طريقة الدفع. تذهب إلى كما قلت My Account، بعدها تضغط على Add New Payment Method هذه، ثم تضغط على هنا Select، يعني الحد الأدنى للدفع للباي بال فهو $5، البايونير الحد الأدنى $50، فودافون كاش لا أعلم يعني ليس واضعين كم هو بالنسبة للمصريين، والويستر يونيون الحد الأدنى للدفع $100، إيجيبتين بوست ليس واضعين حد أدنى للدفع، والبيتكوين هو $5، يعني حد الأدنى للدفع $5، والموقع يدفع في 25 من كل شهر، مثلا آخر دفعات كانت في 25 يناير، الدفعة المقبلة إن شاء الله تكون في 25 فبراير، وهي هكذا. مثلا سوف أختار وسيلة الدفع البيتكوين، هذه هي البيتكوين، ثم تضغط على أوكي، تكتب هنا اسمك، هنا رقم هاتفك. أنا سوف لن أريكم رقم هاتفي لأنه يعني خصوصيتي عفوا. وهنا تضع الأدرس بيتكوين تبعك، سوف أجلب كود محفظتي. وأضغط على Add، والباي بال نفس الطريقة، تعمل كود أدرس تبع الباي بال تبعك. وانظروا قد أضيفت يعني البطاقة عادي، أعود إلى My Account، وها هي ذا البطاقة قد أضيفت أو البيتكوين قد أضيفت الأدرس. سوف أجرب كذلك الباي بال، لكن يجب أن تضع وسيلة دفع واحدة وليس اثنان. أضغط على Add New Payment، ثم أختار الباي بال، ثم OK، هنا أكتب الفول نيم اسمي، وهنا الأدرس تبع الباي بال، وهنا رقم هاتفي، ثم أضغط على Add، هذه هي Add، وقد أضيفت كذلك الباي بال. أعود إلى My Account، وها هي الباي بال قد أضيف. الآن أشرح آخر خطوة من الموقع وهي الريفيرال سيستم. أنا والله حاولت الشرح، يعني حاولت الشرح بكل خبرتي في هذا الموقع، فأنا لا أبخل عليكم بأي شيء، أحاول الشرح بدقة. هنا الريفيرال تعطيه لأصدقائك لكي يسجلوا عن طريقك، تعمل كوبي وتحطها لأصدقائك. وأنا الريفيرال واحد يعني أعطيتها لشخص قد سجل عن طريقي وربح 5% من الريفيرال، وهنا أربحك في الريفيرال. وأنا أردت شراء الريفيرال يعني قوي مقابل $2 ويبقى لي الشهر أو لا أعلم. المهم أنا حاولت الشرح، وإن عجبكم الدرس لا تبخلوا علينا بلايك والإشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.